ويمكن انه تستخدمونها بكل سهوله. بس بنفس الوقت مثل ما قلت لكم انه هي هاي المحاضره او يعني حاله حال اي علم هو بحر، فهي كشلون يعني دليل او انه حتى تشوف اهتمامك انت بياجها حتى تقدر تطلع به وتتبحر بنفس الوقت. مثل ما تعرفون انه حتى نطور درج معين حاليا العمليه جدا معقده ومكلفه. يعني اي درج حتى ينزل للسوق يحتاج لحدود المليار دولار، يحتاج لحدود 12 سنه. والمشكله الكبيره انه الفشل به جدا عالي، يعني من بين كل 10,000 ماده يعتقد الباحثون انه هي مفيده كدرج، كل 10,000 يعني 10,000 باحث يشتغل او 10,000 باحث ينجز بعد ال يعني الاوبتمايزيشن والابروفمنت وغيرها يصفي لنا درج واحد فقط. هذا كله يعني اكثر عمليات الفشل هي بالفاليديشن وبالكلينيكال ترايل. انا ما بدي اطول وياكم بالمقدمه حتى ندخل بالسوفت ويرات وبعض السوفت ويرات المهمه. الطريقه التقليديه حتى انه نطور اي درج لحاله مرضيه يسمونها الفينوتيبك درج ديسكفري، وهذا معمول ربما لحد الان بشكل محدود، وسابقا هو كان يعني التول الاساسيه حتى نكتشف الدرج. على فرض انه احنا نريد ندور دواء معين للكانسر، فنجيب خلايا كانسر بالمختبر ونجرب عليهم مواد كيميائيه، بعدها اذا طلعت عندنا ماده كيميائيه تسوي انهبيشن للخلايا الكانسر نسوي لها مولكيولر فينوتايبنج، بعدين نجربها على كائنات حيه كارانب او فيران او غيرها، وبعدها ننتقل لتجربتها ككلينيكال ترايل على الانسان. طبعا هذا ياخذ وقت طويل، الامكانيات اللي بيه يحتاجها اكثر، وكذلك انه ما نقدر نسوي سكريننج لاعداد هائله من الكومباوند بنفس الوقت، ولذلك يكون العمل بيه بشكل بطيء. وذلك يحتاجين احنا للكمبيوتر اي درج ديزاين. تطور العلم صار وتطور الحاسبات وتطور البرامج والداتا بيسز توفرت عندنا ميثودز وبرامج وريسورسز تساعد الباحثين والمطورين والصناعيين في تطوير الادويه واكتشاف ادويه جديده. فهذا وفر كثير من الجهد ووفر علينا كثير من المال كذلك. يعني انت بدل ما تجرب بالمختبر 10,000 ماده يلا تلقى لك ماده فعاله، هسه بوجود هاي السوفت ويرات والريسورسز بامكانك انه يختزلهن لك العشر مواد تقدر تجربهم. الكمبيوتر ايد درج ديزاين فادنا بعده نواحي راح نتطرق لهم ان شاء الله وحده وحده. اول شيء فادنا انه شلون نحدد الهدف مالتنا بالخليه او بالمرض مالتنا، يعني تارجت ايدنتيفيكيشن. هذا كانت من العمليات الصعبه سابقا انه نعرف التارجت مالتنا، يعني الانزيم او البروتين اللي نريد نشتغل عليه حتى نعالج في حاله مرضيه معينه. كذلك اللي فادنا الشغله الاخرى انه نقدر من بين هاي الملايين من المواد الكيميائيه الموجوده انه نرشح كم عدد قليل من عندهم يكون مؤهل انه يكون درج. الخطوه الاخرى الشغله الاخرى اللي فادنا بها انه سهل لنا الاوبتمايزيشن مالت الماده المرشحه انه نشتغل عليها. واهم شيء بها هو الاي دي ان اي تي، يعني ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، لانه انت حتى لو لقيت فد ماده يمكن ان تشتغل على السيل لاين او غيرها ربما ما تفيدنا كدرج، لانهم مثلا توكسيك او ما يصير لها ابزوربشن بالجسم او الضرب الميتابوليزم او غيرها.
والشغله الاخرى انه فسر لنا الموليكولار ثيرابيوتيك اكتيفيتي، وهذا جدا مهم بالابروفمنت، كذلك مهم انه نفهم الدراج مالتنا شلون يشتغل. وبذلك هذا العلم اللي هو الكمبيوتر ايد دراج ديزاين يعني اختصر لنا كثير من الوقت بالدراج ديسكفري والديفلوبمنت، واختصر لنا كذلك اختصر الوقت والمال والجهد. بصورة عامة يمكن انه نختصر الكمبيوتر ايد دراج ديزاين نوعين اساسيات. النوع الاول اللي هو نسميه ليجاند بيست دراج ديزاين، هذا النوع يعتمد اذا عندك معلومات على الدراج مشابه انه تشتغل عليه، يعني على فرض انه عندك في حاله مرضيه مثلا ضغط، ارتفاع الضغط، وعندك انت دواء مال ضغط تعرفه وما تعرف التارجت مالته، فبامكانك انه تستعين بالستركشر مال هذا الدواء وتستخدمه انه تطور به دراج جديد. وبهاي الحاله احنا يمكن انه نسوي فارماكوفور. هذا الفارماكوفور هو عباره عن المجاميع الفعاله للدراج المعروف، ومن هذا نقدر من عندنا ننطلق ونسوي دراج جديد. النوع الثاني اللي هو اليوم هو محور كلامنا اللي هو ستراكشر بيست دراج ديزاين. الستراكشر بيست دراج ديزاين هذا يعتمد انه لازم نعرف التارجت مالتنا، الستراكشر مال التارجت مال البروتين او الريسبتر نسميه. يعني هسه اليوم احنا كلامنا اذا قلنا تارجت او ريسبتر او انزيم، يعني هو البروتين اللي راح نشتغل عليه، والبروتين اللي يعنينا هنا البروتين المهم اللي يمكن اذا انثبطه او انسرعه يفيدنا بالحاله المرضيه مالتنا. مثل ما تشوفون انه هنا يعني خطوات، اي خطوات بتطوير دواء، انه نحدد الديزيز مالتنا، ومن ثم نحدد التارجت مالتنا اللي راح نستهدفه بالدرج، يعني كبروتين كانزيم كريسبتر، ومن ثم نسوي سكريننج ندور في مواد فعاله تشتغل عليه. ورا ما نسوي سكريننج راح نحصل ماده او مادتين كومباوند او غيرها، هاي الماده نسميها هيت. بعدين نسوي لها اوبتمايزيشن تصير ليد، ومن ثم كانديديت، وبعدين يصير لها كلينيكال ترايل. هذا الشغل هنا ديزيز، يعني من تحديد المرض للتارجت للسكريننج والهيت والليد للكانديديت، هذا هو شغل الباحثين. يعني حتى للليد هو شغل الباحثين، انت ورا ما تحصل ليد وليد معتبرة يعني الشركات مستعدة انه تساعدك بهذا الميدان، انه اذا حصلت مادة معتبرة ليد والإفكت مالتها ممتاز وفعاليتها عالية والبارامترات الاخرى اللي هسه راح نحكي عليها مقبولة، فراح تكون يعني انه تحصل فاند او شارك لك شركة انه تطوره في السهل. هذا تقسيم اخر، او هو نفس التقسيم بس على مود نوضح اكثر. فانت يعني بداية شغلك عندك، عندنا احتماليا انه عندك البروتين التارجت مالتك، وعندنا الدواء الليجاند. فانت لو تعرف البروتين مالتك اللي راح يشتغل عليه، لو تعرف الليجاند، لو تعرف ان اثنينهم، فبهيج حاله اذا كان عندك البروتين معلوم وعندك الليجاند معلوم، يعني الماده اللي مرشحها انه تشتغل عليها، يعني هاي الليجاند ربما تكون مجموعه مواد مو شرط ماده واحده، هذا هنا نستخدم الدوكنج، وهذا ستراكشر بيست دراج ديزاين. اما انه اذا كان البروتين ما معلوم والليجاند معلومه، فهنا عندنا اما نستخدم الليجاند بيست دراج ديزاين، وهذا هنا اذا كان عندنا مثلا ليجاند وحده راح نستخدم السيميلاريتي سيرشنج او فارماكوفور سيرشنج او
إذا كان عندنا العديد من الأدوية المعروفة اللي تشتغل على هذا المرض فنسوي يعني quantitative structure activity relationship اللي هو QSAR. أما إذا أنت ما تعرف الليجاند ولا تعرف التارجت فما يفيدك هنا يعني الكمبيوتر أي دراج ديزاين، بس يفيدك أنه يعني كداتابيس أو غيره. هسه راح ان شاء الله ماكو سؤال لحد الان، انا قاعد اوعد شات مالتكم، اذا عندكم سؤال اكتبوه بالشات حتى بس لحظه. الصوت ان شاء الله زين. اوكي شباب اذا عندكم سؤال لهنا اسالوا بالشات حتى ادخل يعني ندخل بغير باب. هنا اكو اخ يقول شرط بروتين، مو شرط بروتين، اي تارجت عندك ربما يكون ار ان اي او دي ان اي. احنا يعني للتسهيل نقول التارجت مالت الدواء التارجت مال الدواء يمكن ان يكون بروتين، يمكن يكون ار ان اي، يمكن يكون دي ان اي، يمكن يعني اي ستراكشر يمكن اذا نربط به فد ماده نثبته. سكرين هو بي دان تو سي ذا ليجاند اور ريسبتر. أو يجيت فارماكوفور، هذا اليوم هو مو موضوعنا، يعني فارماكوفور موديلنج. الفارماكوفور موديلنج يحتاج انه تكون عندنا مجموعة من الأدوية يشتغلن على نفس التارجت، وبذلك راح نجمعهم كلهم. يعني هاي كمعلومة لك، عندنا اذا تريد يعني ان شاء الله نسوي غير محاضره على الفارماكوفور موديلنج، بس كمعلومه لك اذا تريد تتعلم على الزنك فارمر وال الجايزر اكو بعد، اذا تريد راسمني اودي لك مجموعه برامج تقدر نعمل هاي السالفه. فمن مجموعه هاي المواد نقدر نطلع قد ستراكشر يعني يكون ايماجينري، بس بيشنهو بالمجاميع الفعاله اللي تشتغل، ومن هذا نقدر نتخيل الماده الفعاله اللي يمكن نسويها ونشتغل عليها. هذا رايد لمحاضره واحده يعني يختلف. تجارب ادويه السرطان في المختبر ليس من الممكن محاكاتها ما يحصل في داخل اسمه. طبعا بس هي يعني تجارب الخلايا السرطانية هي خطوة أولى للتجارب، يعني هي لا تغني عن الان فيترو ستدي، هي تعتبر ان فيترو. إن شاء الله ما عندكم سؤال بعد، بس اكو سؤال هنا يقول سكرينينج هاو تو دان تو ذا ليجاند اند ريسبتر. ما اعرف شنو سؤالك بالضبط، بس يعني الفيرتشوال سكرينينج فور ليجاند اور فور ريسبتر، يعني هم ما تريد محاضره غير محاضره. هذا هنا نسوي مكتبه، سواء كان مكتبه مع الليجاند او مكتبه مع شرط نبدا بالسيل لاين؟ لا مو شرط، ابدا بالفيران، مو شرط، بس السيل لاين اسهل. ان شاء الله الصوت موجود، ان شاء الله الصوت موجود. بالنسبه مو شرط تبدا بالسيل لاين، انت اذا عندك فد ماده كانديديت وشفتها يعني بالانسيليكو اللي هو بالكمبيوتر دراج ديزاين وشفتها مقبوله ومضبوطه، يمكن انه تجربها على فيران، يمكن على موديل مال الحيوانات، بس مو تجربها على الانسان قبل. زين اوكي، اذا ماكو سؤال بعد خلينا نعبر للخطوه اللي وراها.
هسه اللي راح ندخل بيه هو الدوكينج. شلون نسوي دوكينج؟ مثل ما قلنا الدوكينج هو من structure based drug design، نعتمد لازم احنا عندنا structure مالت البروتين مالتنا، وكذلك عندنا structure مالت المولكيول مالتنا الليجاند اللي دول كانديديت. ومن نحكي على دول كانديديت نحكي على واحد على 100 على 1000، ربما اسوي لك مكتب هسه راح اعلمكم شلون نسوي مكاتب مال مواد مرشحه نشتغل عليها. يعني مثلا واحد عنده فرضا نريد يثبت مثلا انزيم الفلاني بمستخلص مال القرنفل مثلا، فيروح يشوف المواد الموجوده بمستخلص القرنفل شنو هي، ويسوي داتا بيس من عندهم ويسوي لهم دوكينج هسه مثل ما راح نتعلم منه. زين، مثل ما تلاحظون هنا بهذا المخطط على مود نبدا بعمليه الدوكينج، ايش يحتاج لنا؟ يحتاج لنا نعرف الوظيفه او الفانكشنال جينومك مالت المرض، ونعرف المولكيولار بيس مالت المرض، ومن عندها راح نحدد التارجت بروتين مالتنا. لان عرفنا الوظيفه فحددنا التارجت بروتين مالتنا اللي هو هذا البروتين اللي نعتقد انه، او مو شرط نعتقد وانما يجوز اكو ادله عليه انه اذا ثبطناه او حفزناه راح يحل لنا هاي الحاله المرضيه اللي عندنا. ورا ما حددنا التارجت مالتنا راح هنا نضبط الموديلنج مالته. الموديلنج هسه هم راح نحكي عليه ان شاء الله على مود نحصل ال 3 دي ستراكشر مالته. ورا ما حددنا ال 3 دي ستراكشر مالته راح نروح نحدد البايندنج سايت مالته، لانه احنا عندنا البروتين كبير فمو باي مكان يرتبط ب الدراج مالتنا راح ينطينا افكت، فعاده لازم نربط الدراج بالاكتف سايت او بالالوستريك سايت مثل ما راح نشوف بعد شويه. وهاي تقريبا هي اهم خطوه. اكو بعض البروتينات انه لا يرتبط بها بغير مكان غير الاكتف سايت هم ينطينا شغل، بس مو دائما، بس يعني الشغل الاكثر احتمالا انه نحن ندور الاكتف سايت ونربط به الدراج مالتنا حتى نثبت الفعاليه مالته. هذا من جهه احنا كملنا البروتين وكملنا الاكتف سايت مال، لقينا الاكتف سايت مالته. نجي من جهه اخرى انه نطلع السمول مولكيول مالتنا اللي هي الليجاند او الدراج اللي مرشحينه. هذا الليجاند مالتنا يمكن تكون وحده ويمكن تكون الف، يمكن تكون 10,000، يمكن تكون مليون وحده. نسوي من عندها داتا بيس. هاي الداتا بيس لازم تكون بصوره معينه، لازم تكون ملائمه للبرنامج اللي راح نستخدمه بالدوكيوم. عاده نريد 3 دي ستراكشر، وهسه راح نعلمكم شلون ننزل 3 دي ستراكشر وشلون نسوي داتا بيس، وكذلك بعض السوفت ويرات تحتاج انه تضيف ذرات الهيدروجين همتين، او تضيف يعني ستراكشرال كونفورمر، او تسوي مينيمايزيشن للستراكشر مالته. ورا ما صار عندنا الليجاند داتا بيس والستراكشر مال البروتين كملناه وعرفنا البايندنج سايت، راح نجي نسوي دوكينج. بعد ما سوينا دوكينج نسوي سكورينج للمواد اللي سوينا لها دوكينج ونعرف البايندنج انرجي مالتها. بعدين نقدر نروح المولكيولار ديناميك حتى ناكد الشغل مالتنا ونكمل عليها شغل. يعني راح نرشح مجموعه مواد نشتغل عليها. راح نجي هاي الخطوات خطوه خطوه حتى ان شاء الله يعني تكونون ويانا. نجي ان شاء الله الصوت واضح. هسه هم يقولون الصوت ماكو. من يقول الصوت ماكو؟ عمي قاعد اصيح انا هسه صوتي اهل الحله يسمعونه بدون انترنت. المفروض اهل الحله اذا يطلعون برا يسمعوني كلهم يعني بدون لا انترنت ولا شيء.
هسه هنا نريد نشتغل على مثلا روتين معين ونريد نحضر له داتابيس، يعني نريد نحضر السمول مولكيول اللي راح نشتغل عليها ونسوي لها يعني الليجان مالها. منين نجيب هاي الليجان؟ الليجان عندنا مجموعه داتابيسات موجوده، هاي حاط لكم اللينكات مالها. اهم داتابيس عندنا الزنك داتابيس، ممتازه صراحه نطب عليها نشرحها بشكل مبسط. وعندنا البوبكيم، وعندنا الكيم سبايدر، وعندنا الكيم داتا، لان كلهم بيهن معلومات وستراكشر، ونقدر ننزل من عندهم الستراكشر مالت الليجاند مالتنا، الكيمياويات كلها يعني ملايين الكيمياويات. اما اذا واحد يريد يشتغل على دراج، هذا طبعا كثير من الباحثين يشتغلون على الدراجات، لان على مود انه هذا ماده سيف ويعني بري فاليديتد، فهي عمليه يسمونها يعني ريتارجتنج. اي حبيبي، هاي الوشه هاي مالت الفان مال الحاسبه، الوشه هاي الفان مال الحاسبه لان محمله، فما ما مع العلم مطفي الابديت ومطفي اسمه الاند فايروس، بس لان مشغل برامج هسه راح مخليني ستاند باي اللي ساكت. على العموم ان شاء الله صوت واضح. فاللي يريد يشتغل على مثلا يدور يعني فاليديتد دراج، يعني اف دي اي ابروفد دراج، اللي يدور على هاي شنو هاي؟ يمكن انقطع عندي تنقطع عند الانترنت والله. جيد جيد، ما اوكي اسف، خلي ارجع. اللي يريد يشتغل على يعني بري فاليديتد دراج، يعني يريد يسوي له ريتارجتنج، وهذا طبعا اسهل بالشغل، اسهل انه تستخدم ماده كيميائيه ويحتاج لها فاليديشن، هذا يسمونه ريتارجتنج. يعني مثلا دواء يستخدم لفلان مرض يمكن تستخدم المرض الثاني، هذا يمكن تروح للدراج بانك، هذا فاليديتد دراج بكل الدراجات الفاليديتد. كذلك عندنا دراج كوم. خلينا نطب شوية سوري أنا صرت مشير. خلينا نطب الهاي زنك داتابيس. مثل ما قلت لكم يعني زنك داتابيس وش قوية، خلي حطها الفون، راح احط الفون وشوف الصوت. راح احط هيدفون وشوف الصوت بالله لحظة. هسه الصوت شلونه؟
الصوت واضح احسن؟ جيد جيد جيد. حبايبي شوفوا هاي الزنك داتابيس يعني قاعدة بيانات عملاقة ويمكن نستفاد معتها بشكل نقدر ندور بها على التارجت مالتنا بعدة طرق. أول شيء نقدر ندور على سبستانس، نقدر ندور على الاسم مالتها أي اسم يعجبنا على مادة واحدة مثلا ندور على أسبرين قلنا سيرش نطلع لي الأسبرين مالتنا اللي يهمنا مثلا احنا نريد لازم نسوي داونلود للإلمن لل 3D structure مالته. فورا ما طلعنا نقدر نروح داونلود ننزل ال SDF مالته. ال SDF هو ال 3D structure مالته اللي يفيدنا بالدوكينج. بعد شلون يعني من امكانيات البحث بها انه اقدر ارسم فد مولكيول، يعني مثلا مولكيول انا مصنعها او مثلا فارماكوفور. من الساعه لما حكينا على الفارماكوفور قلنا سوينا له موديلنج، فمثلا نقدر ارسم فد ستراكشر معين اي ستراكشر هيك لا على التعيين. يعني شلون هسه قاعد ارسم اني مثلا اقدر احط له هنا او هنا او واسوي له سيرش على الستراكشر مالته، فراح يطلع لي شكو ماده بها هاي الستراكشر يطلع لي اياها كلها. شوف هسه هنا ايش قد طلع عنا. فذن همات هنا اقدر اذا اريد اشتغل على هيك ستراكشر اني او عندي نيه انه اصنع هيك ستراكشر او عندي سكافولد مشابهه لهذا اقدر انزل همتين ال 3 دي ستراكشر مالتهن، اقدر انزل الاس دي اف مالتهن واشتغل بهن. هسه هنا احنا بس نريد نتعلم شلون ننزل الستراكشر مالت الليجاند مالتنا. بعد اذا نروح ترانشز بيها بس خد تحمل. شوفوا بالترانشز هاي كل المواد مصنفينها على اساس المولكيولر ويت مالتها واللوج بي اللوج الذوبانيه مالتها. فانت ربما انه ببالك فتستخدم يعني تريد تسوي مكتبه من مولكيولر ويت معين، تقدر تختار المولكيولر اللي تريده وتنزلهم كلهن، او تريد تنزل هاي المواد كلها هماتين تقدر تنزلها. طبعا شوفوا المواد يعني رقم هائل اللي هو 997 مليون مادة. الحلو بزنك انه هاي المواد كلها عندهم داتابيس مالتها كامل وكل ستراكشر مالتها موجود، وكذلك من المفترض انه موجودة للبيع، يعني تقدر تستوردها وتشتغل عليها او انه هي يعني يمكن واحد يصنعها. هاي الزنك داتابيس يعني اوصيكم انه شكو واحد يريد يطب بهذا المجال لازم طبعا بها بعد هواي شغل، يعني هواي شغلات نقدر نستفاد من عتها ننزل من عتها ستراكشر. بالنسبه للمركبات العشبيه يعني اغلب اذا تريد تسوين داتا بيس للمركب العشبي مالتك لازم اغلب شيء انت تسوين الداتا بيس مالتك. يعني تعرفين سوري علي حيدر لازم تعرف المواد اللي موجوده بالمستخلص مالتك، ومن ثم من تعرف المواد تقدر تنزلهم منها من زينك داتا بيس، او تقدر تنزلهم من البوب كيم او من الكيم سبايدر او غيرها. بالنسبه للمصطلحات ما يا مصطلح اللي وقف عندك ما يعني ما قاعد احكي انجليزي يعني شنو هم مثل ايش؟ وان شاء الله انا اي مصطلح انه يعني احكي بالعربي. ماكو سؤال ان شاء الله. نرجع لمحاضرتنا، هذا اردت اعطيكم فد شيء يعني مبسط على الزنك داتابيس ولا هي بها هواي حكي.
المهتم يروح لليوتيوب، اكو هواي اكو هواي يعني تعليمات عليها وتستفاد منها هواي بشكل. هنا نقدر مثلا انا اريد اشتغل على مثلا لو مولكولر ويت، اقدر اطفي ذا النيكل هن مثلا بس ال 200 دالتون اطلعهن، وعلى فرض انه انا اريد اللوج بي معين هم اطفي اللي ما اريده مثلا هذا ما اريدهن ذني، وذن الباقيات انزلهن لكن الداونلود ينزل لي اياهم كلهن ويصير عندي مكتبه من هاي المواد كلها. زين نرجع لمحاضرتنا. هسه عرفنا هم مصادر ال لا الموقع فري ما يحتاج تسجيل. الاسئله تفضلوا على الاسئله انا وياكم. يا ريت عاد الدكتور للزنك داتابيس. اوكي راح اعيد. الزنك داتابيس، الزنك داتابيس هسه اول ما ندخل عليها يطلع لنا هذا هاي الواجهه. اذا نريد عندنا عده طرق للبحث بها، فيا ريت انه تطبون على اليوتيوب وتكتبون زنك 15 او تتبعون بها كلش هواي فوائد. يعني راح نتعلم هنا ثلاث طرق رئيسيه للبحث عن اي ماده او مجموعه مواد اذا نريد ننزلها. اول طريقه انه ندور على سبستنس، يعني فد ماده نعرف الاسم مالتها، يعني مثلا اسبرين، كانفيرول، ابجينين، اي شيء ببالك. على فرض اسبرين، تكتب الاسبرين وتسوي له سيرش منه، راح يفتح لك المواد اللي يعني اللي رشحن لك. بس لقينا صاحبنا هذا الاسبرين نضغط عليه، ورا ما نضغط عليه راح يفتح لنا صفحه بها المعلومات الكامله عن الاسبرين، بها كلش هواي معلومات. شوفوا معلومات كلش هواي بها، كذلك السكافولد، بها السبستنس، بها المواد المشابهه، بها الجين اللي يشتغل عليها والمرض وغيرها. اللي يهمنا هنا انه شلون ننزله. ننزله بكل سهوله، نروح داونلود هاي الايقونه داونلود، ونختار اي فورمات يفيدنا بالشغل مالتنا. عاده يفيدنا الاس دي اف لانه يعني 3 دي كونفورميشن مالته، فنقول له اس دي اف وينزل لنا اياه. الطريقه الثانيه انه اذا اريد ندور، هذا الموقع ما يحتاج تسجيل. الطريقه الثانيه اذا اريد ندور، نقدر نرسم الستركشر مالت الكمباوند مالت مثلا الكمباوند انا مسوي مثلا هل العضويه مسوي مركب هو مسوي، فما يعني ما له اسم او اسمه ما موجود، فيقدر يرسمه رسم ويدور عليه، راح يلقى المواد المشابهه له. مثلا هسه الدرس ماني هذا اقدر اضيف له هنا دبل بوند، واقدر اسوي له بعد حلقه هنا واضيف له مثلا اكسجين، واضيف له اكسجين هنا هماتين. يعني هيك الشكل فرضا انا خلقت بالمختبر، وارد اشوف اكو مواد مشابهه له، فمنها بالسيرش اقدر يعني اقدر ادور سيميلاريتي، سيميلاريتي 30 40 او ستراكشر. فخلينا نشوف بالله ستراكشر. شوف بالستراكشر طلع لنا شكو ماده بها هاي الحلقتين ونفس الشكل اكو بيناتهم دبل بوند. لان المواد كلهن نقدر ننزلهن ونقدر نشوف الستراكشر مالتهن، ونقدر ندخل عليهن ونشوف مواصفاتهن. يجوز تطلع ادويه ما ندري، يعني يجوز واحد معتن يطلع دواء او غير شيء، هم نقدر نتبعه ونشوفه. الشغله المهمه الاخرى بالزنك هي الترانشز. الترانشز هنا نقدر ننزل ملايين الكمباوند، نقدر نسوي يعني نسوي داتا بيس من ملايين المواد عندنا بالحاسبتنا. هاي كل المواد اللي موجوده مصنفه على اساس المولكيولر ويت واللوج بي. اللوج بي هو مال الذوبانيه، ما ادري شو يسمونه بالعربي. اوكي هذا هنا نقدر ننزل هاي المواد كلها اللي هي
997 مليون، او نقدر ننزل فد مجموعه من عدتهن، يعني نطفي ذني بكليك كليك ونطفيهن. ونقدر مثلا اذا مثلا بس هذا المواد اللي داونلود راح ينزل ليها كمكتبه، بس فايد لك شويه انترنت زوين على مود ينزلهم. هاي الزنك بيها هواي، فيحتاج انه تدخلوا لها يعني اي واحد مهتم بالمواد يحتاج انه يدخل للزنك داتابيس، واكو بها بعد فوائد هواي يعني غير هذا اللي حكيته. ان شاء الله واضحه. نرجع لمحاضرتنا. الصوت دا يقطع، خاف يمك مو يم، انا صوتي زين. هسه الصوت شلونه؟ واضح جيد جيد. هسه ذني مثل ما قلت لكم ذني اهم المواقع اللي نقدر نحصل من عندهن ستراكشر للكمباوند مالتنا نريد نشتغل عليها، سواء كانت دراج او ماده كيميائيه او كلش كلش انه ماده احنا نرسمها ونقدر نشتغل عليها. زين، الشغله الاخرى انه انت صحيح نزلت مواد وتريد تشتغل عليهم، بس مو كل هاي المواد يمكن انه تكون دراج، ولذلك اكو شروط وسوفت ويرات تساعدنا انه نسوي فلتريشن لهاي المواد وكذلك نعرف السميه مالتهن وغيرها. فاهم شغله عندنا ليبنوسكي رولز اوف فايف، قواعد ليبنوسكي الخمسه. هذا قانون انه اي ماده حتى تكون دراج لازم تتوفر بها خمس قواعد. القاعده الاولى انه ما بها اكثر من خمسه هيدروجين بوند دونر، ما بها اكثر من 10 هيدروجين بوند اكسبتر، الموليكولر ماس مالتها الوزن الجزيئي اقل من 500 دالتون، والبارتيشن كوفيشنت نوت جريتر ذان 5 اللي هو اللوج بي اللي من ساعه شفناه بالزنك داتابيس. اذا كانت الماده مالتك الصوت اكو، هاي يمكم الصوت رستوا، حاولوا ترستون يعني تطلعون وتطبون، او اذا الماده مالتك ما وافقت اثنين من هاي الرولز فانت يعني يفضل انها ما تستخدمها كدرك. كذلك الاي دي ام اي بارامتر اللي هي ازوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم والاليمينيشن مالتها، هماتين لازم نفحص هاي الليجانز مالتنا، نريد نفحصها نشوفها يصير لها امتصاص بالجسم، يصير لها ديستريبيوشن، يصير لها ميتابوليزم، يصير لها اليمنيشن، هاي كلها قبل ما نجربها، لان اذا كانت ما يصير لها ابزوربشن فماكو داعي اصلا نستخدمها، او ما يصير لها ديستريبيوشن، او انه هي بالميتابوليزم ما يصير لها ميتابوليزم، او يجوز يصير لها ميتابوليزم يكسرها فما راح يصير لها شغل. فهاي كلها لازم نسوي لها فلتريشن حتى ما نشتغل عليها اصلا. زين، الشغله الاخرى اللي لازم كذلك نشيكها بالمواد مالتنا هو البان اسي. البان اسي اكو كثير من المواد هي شنو ترتبط بكثير من المواقع، وبذلك تكون سميه اكثر مما هي ذات فائده علاجيه. احنا نريد العلاج مالتنا يكون سبيسيفيك للتارجت مالتنا، فهاي المواد ما تفيدنا بالشغل مالتنا، يعني لازم نسوي لها فلتر ونطلعها كذلك اذا كان بها عده ارتباطات. من اهم المواقع اللي تفيدنا بهيج فلتريشن هو السويس اي دي ام اي. هسه راح نروح لل السويس اي دي ام اي حتى نشوف هذا سويس اي دي ام اي.
راح اعطيكم المحاضره بها الروابط كلها ان شاء الله مال ذن السوفت ويرات. هذا السوفت الاونلاين سوفت وير يفيدنا انه نعرف هواي مواصفات عن الماده مالتنا. يعني اي ماده تخليها على شكل سمايل طبعا يريدها، او ترسمها، تقدر ترسمها شلون رسمناها من الساعه احنا امتين كذلك ترسمها هنا، او تخليها سمايل يعني اي ماده تقدر تجيب السمايل مالتها من الزينك، او يعني هاي سمايل يعني نوع من الكودينج اللي يكتبون به اسم الماده. فانت هنا بس خلنا نتابع الشات مالتكم، خاف احكي وحدي. هنا على فرض خلينا فول اكزامبل، هسه راح يعني هي بها اكزامبل مال الماده. مثل ما قلت لكم هاي هنا الماده لازم ندخلها بنظام السمايل. السمايل هسه راح اما تقدر اي ماده تجيبها بالزنك زنك داتابيس من ضمن المواصفات الماده السمايل مالتها الرمز. جيد. او انه اكو هسه برنامج اوبن بابل، هسه هم ان شاء الله راح نمر عليه. اي ماده تريد يعني من الفريد ستراكشر مالتها تكتب السمايل مالتها تكتبه. بس هذا من نقول ران راح ينطينا هواي معلومات عن الماده اللي فحصناها. هسه الماده اللي خليناها احنا راح ينطينا اول شيء الفورمولا مالتها، الموليكولار ويت، غيرها الهيفي اتوم اللي بيها، اللايبوفيليسيتي، هاي هماتين فد بارامتر مهم جدا يعني على مود الذوبانيه مالتها والانتقال خلال الخلايا. ف يمكن انه واحد ينتبه له ويشوف انه هذا اذا هاي اللايبوفيليسيتي تفيده بالشغل مالته فيستمر، او اذا ما تفيده يسوي لها اكسكلوجن من الشغل مالته. الووتر سوليابيليتي هذا هم بارامتر مهم انه نشوف انه هل هي ووتر سوليابل، لان هاي على مود الفورموليشن مالتها شلون بالابزوربشن، اذا تكون اذا ريتها اورال او غيرها. الفارموكاينتيك مالتها يعني نشوفوا بها هنا هواي بارامترات نقدر نشيكهم، نشيك الجي اي ابزوربشن، نشيك البلود برين باريال، هل تعبر الحاجز مالت البرين مالت الدماغ لولا، كذلك هل تثبط السايتوكرومات. شوف الشغله الاخيره هنا مثلا السكن بيرميشن، يعني قد راح تدخل اذا اريد نسوي كمرهم بالجلد او غيرها. فهنا كاتب لك مثلا 5 سنتيمتر على السكند. الشغله الاخرى اللي هي دراج لايكلينس، انه قد من المحتمل انه هي تكون دراج فعال. فشوفوا هنا اكو عده بارامترات، قلنا اهم من هو لبنوسكي اللي هو لبنوسكي رولز، فماكو فاليشن هنا، وهذا جاوس وفيبر وايجن، هذا يعني علماء، مجموعه علماء تقدرون ترجعوا لهم وتشوفون البارامترات اللي مخلينها هنا. بعد عندنا بارامتر اخر اللي هو الميديكال كيمستري، مثل ما قلنا البينز اسي، يعني هل هي هاي الماده يمكن انها ترتبط بتارجتات متعدده بالجسم وتنطينا فد بينز. وكذلك حتى ينطيك السيفتيك اكسسبيليتي، هل يمكن ان تصنع بسهوله لو لا. بارامترات هواي وبرنامج حلو هذا تقدرون تشوفونه وتطبون عليه وتستفادون من عنده بشكل. الموقع الثاني مال التوكسيتي كذلك هماتين هم برنامج حلو يفيدنا انه اي ماده نفحص التوكسيتي مالتها. والحلو به انه هذا مصنف التوكسيتي
يعني على اساس العضو او السيستم اللي بالجسم اللي تشتغل عليه، يعني الهيباتوكسيتي او النيروتوكسيتي او الكارديوتوكسيتي سي ان اس وغيرها. هنا هم كذلك يريدني عندك سمايل للماده، يعني الرمز مالتها، وتسوي رن اذا يفيدك كل التوكسيتي او يفيدك واحد من عتنا، او تقول له اول، فراح يفحص لنا اياها التوكسيتي مالتها. هذا تقدرون تطبون عليه وتتعلمونه، يعني مهم جدا انه تسوون فلتريشن للليجاند مالتكم. هسه شلونكم، عندكم سؤال؟ اي اي الرابط موجود بالمحاضره، وراح انطيكم المحاضره، المحاضره الموقع ورابط انطيكم، بسيطه. الرابط موجود. وايدك دكتور علي. رابط الحضور ما ادري بيم دكتور ليث. هاي المحاضرة راح أنطيكم رابط لها إن شاء الله، وتقدرون يعني المحاضرة الباوربوينت. زين خلينا نكمل. بعدنا بالليجاند preparation and filtration. والله الفيديو ما مسجلت، مقبط الاف سي سي مالتي فما سجلت. اللي يريد يسجل يمكن تقدرون تسجلون انتم، اسجلها. على العموم شوفوا بعدنا بالليجاند شلون نسوي لها فلتريشن وبريبريشن. حتى نسوي دوكينج نوبات نحتاج انه الليجاند نضيف لها هيدروجين بوند، او نسوي كونفرت للفورمات مالت الفايلات اللي ننزلها، كذلك انه نسوي جنريشن لل 3 دي كوردينيت، او ونسوي مينيمايزيشن للستراكشر مالتها. هاي اكو عده برامج فري، اهمها هو اوبن بابل وداتا وورير، واثنين نحط لكم الرابط مالتهم وتقدرون تنزلونهم بكل سهوله وتنصبونهم وتقدرون يعني تشتغلون بهن اذا احتاجيتوا انهم تسوون كونفرتنج بين يعني فد فورمات وفورمات. هسه نجي للخطوه الاخرى. هسه احنا قلنا كملنا يعني مرينا على انه شلون نسوي الليجاند مالتنا، شلون نحضرها، شلون نحضر الليجاند مالتنا، وشلون نسوي مكتبه للليجاند او الكانديديت درج اللي نريد نشتغل عليه. من جهه اخرى لازم نحضر البروتين مالتنا كذلك، التارجت بروتين مالتنا، ونحضر نعرف الاكتف سايت مالته. التارجت بروتين ما عندي موقع باليوتيوب. التارجت بروتين يحتاج انه نعرفه ونسوي له فاليديشن انه يكون هو مؤثر بالحاله المرضيه مالتنا، ويحتاج انه يعني نتاكد انه اذا نثبطه او نحفزه راح يكون مؤثر بتاثير كامل على الحاله المرضيه ويفيدنا بتحسين الحاله المرضيه مالتنا. من اهم المصادر انه تقرا بحوث هواي حتى تشوف الفعاليه وين تلقاها،
وكذلك الفانكشنال جينومك هواي مواقع لها ستراكشرال جينومك بروتيومك بايو انفورماتيك. اهم هاي المواقع هو الان سي بي اي والهيومن فانكشنال جينومك بروجكت. وكذلك اكو برنامج لطيف همتين اسمه سترينج، حاط لكم اللينك مال برنامج بسيط اي بروتين تخليه راح ارسم لك شلون هاي الشبكه مال التفاعل بين بروتين وبروتين، يعني البروتينات اللي راح يتفاعل وياها والوظيفه مالته. كذلك ما اطول عليكم، اذا تقدرون تدخلون عليهم. اشوف الوقت هم متاخر وعدنا بعد هواي حكي. زين، الشغله الاخرى المهمه بالتارجت مالتنا انه نحضر ال 3 دي ستراكشر مالته. حتى نشتغل دوكينج لازم نحضر ال 3 دي ستراكشر مالت البروتين. واهم يعني يكون الفيرست تشويس انه نحصل واهم تشويس ان حتى نحصل يعني البيست كواليتي للشغل مالتنا انه نحصل بروتين مسوي له كريستالوجرافي او الكترون مايكروسكوب او ان ام ار، يعني هذا الاكتوال ستراكشر مالته اذا حصلناه فهو احسن ستراكشر. ليش؟ لانه هذا يعني الاكتوال ستراكشر اللي موجود بالطبيعه مال الكائن الحي. ف يهم الباحث انه اذا يريد يشتغل، فاذا كان عنده خيار اول شيء يدور على بروتين كود موجود بالداتابيس. اهم داتابيس للشغل مالتنا هي البروتين داتا بانك اللي هي الار سي اس بي، هسه راح نطب لها. البروتين داتا بانك يعني قاعده عملاقه للبروتينات اللي مسوي لها تصوير بالكريستالوجرافي والان ام ار والالكترون مايكروسكوبي. يعني هاي الستركتشر اللي هنا هو هذا اكتوال ستركتشر اكسبيرمنتال، يعني تجريبي، مو مثل ما هسه راح نحكي انه بالهومولوجي مسوينا. زين، هاي قاعده البيانات، اي بروتين هو منطينا اسم من ثلاث احرف. اذا كان عندك مثلا تقرأت بيبر ويقول لك يعني ذا بروتين واز سبميتد ان بروتين داتا بانك اكوردنج تو ذس اكسشن نمبر، هذا النمبر يعني بي اللي هو الاربع احرف. فهسه اي منا تقدر تسوي سيرش على اي بروتين تريده. مثلا هسه احنا يعني اليوم الموديل مالتنا راح نشتغل على السارس كوف على المين بروتين. مثلا هسه اذا اكتب سارس سارس كوف مين بروتين مثلا مين او بي ال برو هذا بابا ان لايف بروتيز على فرض، راح تطلع لي مجموعه بروتينات كريستراكشر اوف بي ال برو اوف ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم، هذا مال الميرس، هذا اوف سارس بي ال برو بس هذا ميوتنت، شوفوا هنا ميوتنت منطقكم اياه، وهذا وهذا. المهم تدورون على الشيء تريدون. خلينا نطب مثلا هسه على هذا مال الميرس على هذا الستراكشر. هذا بي معلومات هواي حاط عنه، كلش معلومات هواي تقدرون تقرونه. وهنا عندكم تابات 3 دي فيو انيميشن اكسبيرمنتال سيكونس جينوم وغيرها كلش هواي. اللي يهمنا هنا انه شلون نسوي له داونلود. الداونلود منا راح نريد ننزل 3 دي ستراكشر مالته على مود نسوي له دوكنج على فرض انه نريد نشتغل على هذا. هاي منا هاي كليك عليها وتنزل بي دي بي اللي نحتاجه، بي دي بي فورمات هذا اللي نزله، كليك عليه سوي لنا داونلود نقدر نشتغل عليه. ان شاء الله واضحه لحد الان. رابط الحضور نزل لكم يا دكتور ليث، تقدرون تطبون عليه. لا مو هذا، مو رابط حضور، هذا رابط يوتيوب، ما ادري بعد. على العموم
هاي البروتين داتا بانك جدا مهمه، وهي تكون الاساسيه بالشغل. يعني اللي ما تلقون هنا شكو بروتين مكملين الصوره مالته ال 3 دي ستراكشر بالاكسبيرمنتال ميثود راح تلقون هنا. إعادة سريعة. عصار إعادة سريعة. هاي البروتين داتا بانك. بروتين داتا بانك بإمكانك إنه تبحث بيها على أي بروتين، سواء كان بالرقم مالته اللي هو متكون من أربع أحرف وأرقام، يعني إذا عندك أنت الرقم مالته، أو إنه تكتب اسم الكائن مالتك مثلاً مثل ما كتبنا إحنا سارس كوف أو غيرها. ورا ما تسوي سيرش راح تطلع لك مجموعة اوبشنات. اذا ما حاط انت الرقم مالته فتدور الاوبشن اللي تريده، وبعد ما تلقى البروتين اللي تريده انت مالتك، وطبعا دائما دور البروتين الاحدث، يعني راح تلقى انت الريليز مالته هذا مثلا 2015، يعني اذا تدور على فشي دقيق دائما دور الاحدث، او تقدر تشوف يعني اكثر من مختبر مسوي. بعد ما نلقى التارجت بروتين مالتنا نضغط على الرابط مالته. ورا ما ضغطنا على الرابط مالته راح تنفتح لنا نافذه. هاي النافذه بها معلومات هواي عن البروتين مالتنا. اي لا، لما تشتغلون على الفار لازم البروتين مال الفار طبعا، اذا ماكو لازم تسوون هيمولوجي، هسه راح نحكي عليه. فورا ما شفنا البروتين اكو هواي معلومات عليه، الباحثين والليجاند مالته، هواي شغل يعني هواي تلقون عليه معلومات. وكو هنا عندكم خمس تابات تقدرون تدخلون عليهن هم بهن معلومات. اللي يهمنا هنا نسوي داونلود. الداونلود اللي نحتاجه هو بروتين داتا بانك فورمات البي دي بي. البي دي بي فورمات تنزلها، كليك عليها راح ينزلها. شوفوا شلون نزلت عندي، فنزلت عندي بالداونلود، اقدر اشتغل عليها. وضحت هسه؟ زين، نرجع لمحاضرتنا. هسه قلنا اذا البروتين موجود نعمه وهلا. طبعا اذا كان اكو اكثر من بروتين راح نقارن بهن بالريزوليوشن، فكل ما يكون الريزوليوشن احسن، كل ما يكون الريزوليوشن اقل، يعني اذا احسن يعني من 2.5 لل 3.8 هو يكون يعني مقبول، بس اذا تلقى ريزوليوشن اقل من 2 انجستروم فهو الاحسن. يعني كل ما يزيد الريزوليوشن كل ما يكون البروتين الجوده مالته احسن. زين، طبعا مثل ما تشوفون هنا انه هاي قاعه البيانات رغم ما هي عملاقه بس هي لا تغطي اكثر من 0.001% من كل البروتينات بالطبيعه. ولذلك يعني صحيح هي بها مثلا اغلب البروتينات الهيومن، اغلب بروتينات الكائنات الممرضه، خصوصا مثلا السارس كل البروتينات مالتها موجوده، بس هواي كائنات ما كل البروتينات مالتها، ولذلك نضطر انه نسوي هومولوجي مثل ما راح نحكي بعد شويه. زين، ما لقينا فرضا البروتين ما موجود، يعني ما موجود بالبروتين داتا بانك، فنضطر انه نسوي هومولوجي له. شلون الهومولوجي؟ من السيكونس مالته، السيكونس مال الامينو اسيد او السيكونس مالت الجين مالته، يعني مالت الدي ان اي. يعني نقدر احنا نطلع السيكونس مالت الامينو اسيد، اما انه نسوي له سيكونسينج او انه نلقى يعني شغل عليه مسوي له سيكونسينج، سواء كان سيكونس للامينو اسيد او للماسنجر ار ان اي مالته. اذا لقينا اي واحد من السيكونس، يعني اذا لقينا سيكونس مال الامينو اسيد بعد احسن، نروح نسوي له هيمولوجي. عندنا عده مواقع، عندنا اليونيبورت والسويس موديل، ذن نقدر نسوي بهن هيمولوجي ونطلع ال 3 دي ستراكشر مالتنا ونقدر نشتغل عليه. اما اذا ما عندنا الامينو اسيد سيكونس فنروح للجين سيكونس ونسوي له ترانسليشن، يعني انسيليكو ترانسليشن، ومن هذا الترانسليشن نطلع الامينو اسيد سيكونس، وكذلك همتين نسوي له هومولوجي و3 دي ستراكشر ونشتغل عليه.
زين. الحلو بالسالفة البروتينات انه كل ما يكبر البروتين كل ما نحتاج عدد قليل يعني نسبة قليلة من التشابه ونحصل structural similarity. يعني اذا عندنا مثل ما تشوفون هنا بهذا هذا البلوت اسمه ساندر عن شنايدر لقوا من خلال التجربة انه كل ما يكبر البروتين هنا هذا النمبر اوف ريزيديوال الاين يعني هذا الحجم مال البروتين اللي نسوي له الاينمنت حتى نطلع ستراكشرال سيميلاريتي فشوفون انه البروتينات الصغيره لا تحتاج سيميلاريتي عاليه حتى نحصل ستراكشرال عالي يعني اللي يشتغل على بروتين صغير لما يروح يسوي هومولوجي لازم يلقى بروتين مشابه إلى بنسبة عالية حتى يطلع structural homology وبذلك يطلع functional homology بيناتهم. أما اللي عنده بروتين كبير يعني بحدود 100 وأكثر البروتينات هي 100-150 وأكثر فشوفون هنا بحدود 100 يعني نحتاج تقريبا 40% تشابه هي كافية إن أنه نطلع structural similarity ويكون مشابه بالوظيفه مالته وكل ما يكبر البروتين كل ما انه نحتاج عدد اقل من يعني السيكونس سيميلاريتي ان شاء الله هاي واضحه زين هسه هنا نجي الخطوه الثانيه احنا حضرنا الداتابيس مالتنا او الليجاند وحضرنا الستركتشر مالت البروتين هسه نجي للبروتين مالتنا انتم شو تريدوا تسوون تريدوا تسوون اورثوستيريك دراج لو الستيريك دراج لو كوفالنت دراج لازم تقرر او انه تقرا وتتبع انه شو تريد يعني الاورثوستيريك دراج هذا دراج يرتبط بالاكتيف سايت الستيريك دراج هذا دراج يرتبط بال الالوستريك سايت يعني الموقع التنظيمي اما الكوفالنت دراج فهذا هو اما يرتبط هنا او هنا بس يرتبط كوفالنتلي يعني مو ريفرسبل زين ان شاء الله هنا واضحه فعلى فرض انه هسه احنا نريد نشتغل يعني عادةً نشتغل الأرثوستيريك دراج. الأرثوستيريك دراج إنه لازم نربط بيمن بالأكتيف سايت يعني بالكتاليتيك سايت مالت البروتين بالموقع الفعال مالت البروتين حتى نثبطه. فهنا إذا نريد نشتغل على الكتاليتيك سايت يعني نسوي أرثوستيريك دراج لازم نعرف الاكتيف سايت مالت البروتين الموقع الفعال مالت البروتين وهنا شلون راح نعرف الموقع الفعال مال البروتين الاكتيف سايت مالت البروتين اوضح شيء عندنا يعني ادق شيء انه بالبروتين داتا بانك هسه من الساعه طبينا لها نبات تلقون بروتينات مسوي لها كوكريستلايزيشن ويا من ويا السبستريت مالتها يعني مصورينها هي والسبستريت هي والماده الاساس مالتها وبذلك راح نعرف الموقع الفعال مالتها بالضبط لان مصوره هي البروتين مصورينها صوره بالكريستالوجرافي ويا السبستريت وبذلك راح نعرف بدقه الموقع مالت الاكتيف سايت مالت الاحتمال الطريقه الثانيه المهمه والدقيقه هي الليترشر ريفيو اكو هواية من البحوث تلقونها مشتغلين مفصلين لهم انزيم او بروتين مفصلينه تفصيل وكل ريسيديو كل امينو اسيد كل حامض اميني وقايلين الوظيفه وعارفين انه الاكتيف سايت مالته هيك يشتغل وهيش الفعاليه مالته وكاتبين لك انه السيستاين فلان شيء هو الاكتيف سايت والهيستيدين وغيرها فتلقى انه بيبر كامل عليه على فرض انه ما لقيت لا البروتين مالتك انه لا اشتغل لا لقيت عليه بيبرات ولا لقيت كوكريستلايز ويا السبستريت مالته فهيك راح بعدها راح نعبر يعني للهومولوجي
فالباحث اذا كان عنده خيار لا يختار واحد يعني بروتين مشتغلين عليه ومسوي له كريستالوجرافي ويا السبستريت مالته، او اكو باحثين يعني مشتغلين على الكتاليتيك باث واي مالته ويعرفونه. اما اذا ما حصلت يعني عندك بروتين جديد وما لا مسوي له كريستالوجرافي ولا مسوي يعني باحثين الكتاليتيك باث واي مالته، فعندنا همتين سوفت ويرات يمكن نسهل لك هاي السالفه. من ضمن هاي السوفت ويرات انه نسوي ستراكشرال الاينمنت ويا بروتينات مشابهه، يعني ناخذ هاي السوفت ويرات تسوي تجيب ستراكشر وتسوي له مشابهه ويا ستراكشرات يعني تركيبات ثلاثيه الابعاد مع البروتينات معروفه ومدروسه. اهم هاي السوفت ويرات الفري اللي هو دالي سيرفر ويطلع لنا الاكتف سايت. النوع الثاني هو ال 3D motif similarity. تدرون انتم البروتينات بها motifs، يعني شو يسمونها بالعربي؟ الموقع، تحدد الموقع الارتباطي مع نوعه. لا النوع الثاني من الهومولوجي هو ال 3D motif similarity. هذا موقع او سوفت وير يعتمد لنا على الموتيفز. الموتيفز هي السيكونسات الفعاله او الدومينات الموجوده بالبروتين، ومن هذا يسوي لنا هومولوجي. الشغله الاخرى الثالثه اللي هي يمكن تكون ادق من ذني، او يمكن انه نسوي كومبينيشن بيناتنا ثلاثتهم حتى نسوي يعني نشخص بالاول والثاني والثالث حتى نعرف بدقه اكثر. الشغله الثالثه انه نسوي الاينمنت بالسلسله التطوريه مالت البروتين مالتنا. يعني شوف هسه هنا هذا السيكونس مالت البروتين. ما طولت عليكم ترى بعد السالفه. قاعد سمعوني لو احكي وحدي؟ اوكي. الطريقة الثالثة والمهمة هو نسوي الاينمنت المجموعة بروتينات بكائنات مختلفة. يعني هنا شوفوا مسوين الاينمنت البروتين من الهيومن ومن الماوس ومن الفروغ ومن الفروت فلاي والراوند وورم. شوفوا هنا التسلسل، اكو تسلسلات مختلفه وتسلسلات ثابته بكل هاي الحيوانات رغم اختلافها الوراثي. يعني هاي حيوانات متباعده وراثيا، يعني الهيومن على الماوس بعيد، الماوس عن الفروغ هذا لبائن، هذا برمائي، فروت فلاي هاي حشرات. شوفوا البروتين هاي التسلسل مال الامينو اسيد، لاحظوا انه كل الامينو اسيد مختلفه ما عدا هذا الاي الاحمر بكل هاي الكائنات بنفس الموقع الاي موجود. معناها انه هذا الاي فيري كونزيرفد محافظ بشكل، ولذلك معناها انه هذا ذو قيمه عاليه بالاكتيفيتي، ولا لو ما كان ذو قيمه عاليه بالاكتيفيتي ما كان حافظ عليه اثناء التطور مالت هاي الكائنات كلها. وبذلك هذا اذا نستهدفه يكون يعني احتماليتنا جدا كبيره انه نطلع فعاليه عاليه اذا نستهدف هذا الامينو اسيد او قرب هذا الامينو اسيد، لانه يعني 100% انه هذا الامينو اسيد هو مسؤول عن الفعاليه مال البروتين. زين، هاي الطرق مرينا عليها. الطريقة الأخرى حتى نحدد الأكتيف سايت هو أن ندرس التوبولوجي مالت البروتين. احنا يعني من الشكل الخارجي للبروتين نشوف اكو بي دائما الأكتيف سايت يكون عبارة عن حفرة كليفت كافيتي حتى يدخل بها السبستريت ويشتغل عليها. كذلك احنا هم نريد ان احنا ما نقدر نربط الدراج بالسطح مالت البروتين، يحتاج انه بال 3D structure مالته اكو كافيتي. هاي الكافيتي
يمكن انه يدخل بها الدواء مالتنا، او هو يمكن انه يحتمل انه تكون هي يدخل بها. يرتبط بها ويمكن انه نحدد الاكتف سايت مالته. طبعا ذن الطرق الاربعه يعني اللي عنده بروتين ما مسوي له كوكريستلايزد ويا السبستريت مالته او ماكو دراسات عليه، يحتاج انه عاده نسويهن اربعتهن يلا نتاكد من الاكتف سايت. اهم طبعا اللي يفيدنا هنا بالتوبولوجي يعني البوكت فايندر، يهمنا يعني احنا حتى لو لقينا انه هذا الامينو اسيد هو كونزرفاتيف والموتيف وغيرها، يهمنا انه نلقى كافيتي كافيه انه يدخل بها الدرج ويشتغل. لانه باتكو يعني صحيح هو يعني حددناه بالطرق الاخرى انه هناك اكو اكتف سايت بس ما يدخل للدرج، فما نقدر نشتغل عليه. فعندنا برنامجين مهمه وفري اللي هي كاست بي وكافيتي بلس، لان تقدرون تدخلونهم وتتعلمون عليها، لان كل واحد رايد لعمر يلا تكملونه. زين هسه كملنا الداتا بيس مالتنا مالت الليجاند، وكملنا الستركشر مالت البروتين، وعرفنا الاكتف سايت مالته. فنجي للدوكينج. الدوكينج شنو؟ الدوكينج يحاول انه يربط لك الدراج مالتك بالمكان اللي تريده، ويشوف قابليته والكيفيه اللي راح يرتبط بها مع التارجت مالتنا اللي هو البروتين، وكذلك يسوي لنا سكورينج. كذلك يسوي لنا سكورينج يعني يقيم لنا الألفة أو البايندينج أفينيتي مالت الدرج مالتنا والكونفورمر مجموعة الدرجات مالتنا ويا التارجت مالتنا. هسه وصلنا أنه راح نسوي دوكينج. كملنا الداتا بيس مالت الليجاند مالتنا، وكملنا الستركتشر مالتنا. فش نحتاج هنا؟ يعني أبسط أنواع الدوكينج ومقبولة. يحتاج انه اول شيء عندنا فيجواليزيشن تول، يعني برنامج انه نسوي به فيجواليزيشن، وذن هواي وفري موجودات. عندنا البايو فيا ديسكفر ستوديو، هذا فيرست تشويس، حلو رخيص مجاني وحلو. وعندنا الكايميرا UCSF كايميرا، وعندنا البايمول للمحترفين كلش حلوه، وكذلك راح نشتغل به ان شاء الله كلهم. نشتغل هسه اللي راح نشتغل به هو البايو فيا ديسكفر ستوديو. كذلك يحتاج لنا ون اوف مولكولر دوكينج سوفت وير، السكورينج يعني يقيس لنا. هسه راح نجيها من نشتغل ان شاء الله، راح نشتغل دوكينج. السكورينج هي قوة الافينيتي، يعني البايندينج افينيتي، قوة الارتباط بين الليجاند الدوا مالتنا الكانديديت دراج مالتنا والبروتين. هسه راح نشوفها. ايش يحتاج لنا بعد غير الفيجواليزيشن؟ فيجواليزيشن سوفت وير. يحتاج لنا بعد دوكينج سوفت وير، والدوكينج سوفت وير كلش هواي. اختارت لكم اليوم راح نشتغل على الاوتو دوك فينا. اكو شغلتين عندنا بالدوكينج، اكو يسميه سايت سبيسيفيك دوكينج، يعني اذا نعرف الاكتف سايت نقدر نسوي يعني نحدد المكان مالت الدوكينج نحدده، فنسميه سايت سبيسيفيك دوكينج، فنستخدم الاوتو دوك فينا والاوتو دوك 4 وغيرها. اما اذا تريد تسوي دوكينج على كل السطح مالت البروتين، فعندنا برامج يسمونها بلايند دوكينج اللي هو سويس دوك. اللي اليوم راح نستخدمه هو الاوتو دوك فينا. الاوتو دوك فينا يعني يصير انكوربوريتد بغير برنامج. اليوم راح نستخدم البايركس. هاي البايركس من تنزلونها موجوده، نخلي لكم الرابط، تلقونها فري، هي تنزلونها وتنصبونها تنصيب عادي، يشتغل عندكم ويكون منصب بها اوتوماتيكيا اوتو دوك فينا واوتو دوك 4 بنفس الوقت.
اما السويس دوك فهذا موقع فتقدرون تطبون عليه مباشره وتسوون ابلود للتارجت مالتكم وللليجاند ويسوي لكم دوكينج. زين بعد ايش رايد لنا الكانديديت ليجاند بالاس دي اف فورمات هذا نزلناها احنا اللي اليوم راح نشتغل عليه راح نشتغل راح نشوف اكو ماده اسمها الكام 4 هي ماده مثبطه للمين بروتيز مع السارس كوف 2 طبعا هذا السارس كوف 2 قريت عنه لقيت انه الاكتف سايت مالته هو هيستيدين 41 وسايتوسين 145 منزل عن الليجاند مالتي ومنزل التارجت مالتي واعرف الاكتف سايت هسه راح امشي اسوي دوكينج. الدوكينج خلي اشغل البايركس اوكي طلعت عندكم البايركس هاي البايركس برنامج نستخدمه للدوكينج حلو طبعا اوكي هذا البرنامج نستخدمه للدوكينج هذا بي مثل مخلي لكم الرابط تقدرون تنزلونه وهذا بي اوريدي موجود ب اوتودوك فينا واوتودوك 4 وموجود به كذلك اوبن بابل وبايثون شيل قاعد تسمعوني مو انا شفت صار عندي تعليقه قاعد تسمعوني شباب جيد بس اول ما افتح هنا فينا وزرد اضغط هنا ستارت طبعا يحتاج انه تروح اديت اول ما الرقم المثل هذا على مود تحدد المكان اللي راح تشتغل به انا مخليه هذا يعني المكان مالتنا اللي هو بالديسكتوب بالورك وركشوب دوكينج ف راح اضيف منا اد ماكرو مولكيول الماكرو مولكيول اللي هو يقصد بها شنو البروتين مالتنا راح اضيف الماكرو مولكيول وين انا حاطه انا حاطه بالديسكتوب وركن شوب ماتيريال هذا البروتين مالتنا فتحته فتح البروتين مالتنا بعدين افتح اوبن بابل حتى اضيف الليجاند مالتي كذلك هماتي نروح اشوفها وين حاطها اني هذا المادة مالتي انا منزلها هاي المادة مالتي يحتاج انه اسوي لها مينيمايزيشن يعني اخليها بشكل هي الاقرب للطبيعه فاجي هنا كليك ايمن عليها مينيمايز سيلكتد هنا اكو بارامترات يعرفونها الكيمياويين مال الخطوات والطاقه وغيرها قلت له اوكي راح اسوي لي مينيمايزيشن اللي هي خليها يعني بالشكل الاكثر يعني الاقل طاقه بعدين كليك اخر عليها واقول له convert to autodock ligand هسه دخلنا احنا نرجع للفينا وزارد ليجاند دبل كليك عليها اختارها
اختار الماكرو موليكيول مالت البروتين واقول له فورورد. ورا هاي يحتاج يقول لي وين تبي تسوي دوكينج؟ شوف هذا البوكس هسه نسويه، يا امينو اسيد تريد تسوي عليه دوكينج، يعني احدد له الاكتف سايت مالتي. فانا الاكتف سايت مالتي اللي هو هيستيدين 41 والسيستاين 145، انا ما احفظهم، يا ريت واحد يكتب لي هن. ارجع هنا مولكيول قلنا يا هو هيستيدين 41، هيستيدين 41، هذا الهيستيدين 41 اختاره، وعندنا بعد السيستاين 145، وهذا السيستاين 145 كنترول، حتى اختارهم اثنينهم. هسه هو اختارهم، اجي هنا اوضح، شوفوا هنا هذا عندي البوكس، وعندي هذا الاكتف سايت اللي هسه اختاريته اللي هو الهستيدين 41 وسستاين 145، راح اخليهم داخل هذا البوكس اللي اريد. طبعا الحجم مالته لازم يكون يشملهم، واذا اريد همتين اضم يعني ازيد عليه بالمساحه مالته هم ازيدها الى انا اشوف انه التارجت مالتي الاكتف سايد اللي هو هذا معلم بوردي هو داخل البوكس من كافة الجهات. هسه تأكدت انه الاكتف سايد مالتي داخل البوكس من كافة يعني من الـ 3D dimension، كل ما الزغر كل ما احسن، وبنفس الوقت نبات نحتاج انه نكبر نشمل مسافة اكبر يعني من البروتين. إذا الزغر يكون أسهل بالحسابات ويعني ينطيك. فهسا كملنا اختارينا الأكتف سايت مالتنا، فنقول له فورورد. هسا بلش يشتغل، بلش هنا يشتغل يكمل الشغل مالته. هس شباب وياي متابعين، اكو اشكال بها هاي؟ استمروا. طبعا هاي شوفوا هاي مادة واحدة طول بيها هاقد، اذا عندك الف مادة او اكثر شوفوا ايش قد يطول، يعني بات ابيت الحاسبة تشتغل يومين هيك يلا تكمل الشغل. شوفوا هاي مادة واحدة ايش قد طولت، طولت لها تقريبا دقيقتين او ثلاثة. فاذا انت عندك يعني بات 10,000 مادة يعني مكتبة شوفوا ايش قد يطول. هذا طبعا المفروض انه هذا الاوتو دوك فينا هو يعني اسرع برنامج بالشغل مالته. شوفوا هنا طلعت لنا الداتا، هاي الداتا رقميه، هاي البايندينج افينيتي مالتنا مثل ما تشوفون هنا، هاي نقدر همت نخزنها ننزلها ك يعني كوما سبريت شيت ونشتغل كداتا لنا. فشوفون انه الليجاند مالتنا هي اول شيء بها عده كونفورمر يعني ستراكشرال كونفورمر، وكذلك بها عده مواقع يعني الارتباط مالتها هسه راح نشوفه عدة مواقع. فأحسن موقع لها اللي هو منطينا سالب 5.8 بايندينج في كيلو كالوري على المول، هذا هو أحسن موقع، وتجي وراها كذلك المواقع الأخرى اللي مرتبط بها همتين زينة يعني مو بعيدات جدا عن التار الأول واحد. هسه راح نشوف نحلل النتيجة مالتنا. هسه احنا كملنا دوكينج لهاي المنطقة، راح نجي نحلل مالتها، نروح للفايل مالتنا. خلنا نطفي هذا
نطفي البايركس على مود صف الحاسبة. أروح خلي أسوي لكم شير لل ديسك. وين احنا خلينا البايركس تشتغل مالتنا؟ خليناها بالوركشوب. نجي الفولدر هو وين احنا قلت لكم بالإدت مخليها انا بهذا الفولدر، يعني فولدر على الديسكتوب. روح على فولدر من الفولدرات اسمه ماكرو موليكيول. طبعا هنا نحتاج راح نشتغل نشغل الديسكفر ستوديو حتى نعرض الداتا مالتنا. ديسكفر ستوديو خلنا اسوي لكم شير له. هذا ديسكفر ستوديو برنامج مثل ما قلنا بايو فيا ديسكفر ستوديو موجود فري، تقدرون تنزلونه بسهوله. حاط لكم الرابط مالته وتنصبونه. شباب وياي عندكم سؤال حتى نكمل؟ جيد، ماكو سؤال. هذا ورا ما فتحناه حتى نحلل الداتا مالتنا ونرسمها وعلى مود النشر وغيرها. نروح قلنا الاوتبوت مالت الاوتو دوك فينا وين خزناه؟ خزناه بملف على الديسكتوب اسمه الماكرو موليكيول. نفتح منها فايل اوبن نروح للديسكتوب ووركشوب. راح نلقى الاوتو دوك فينا مسوي لنا فولدر اسمه ماكرو موليكيول. ندخل على مالتنا وكذلك نحول منه نقول له اول فايل. راح نلقى الاسم مالت البروتين مالتنا واسم مالت الليجاند مالتنا اثنينهم نفتحهم. انفتحت الليجاند مالتنا. طبعا هنا الاوتبوت مالت الاوتبوت مالت الدوكينج راح ينطيك المكان الفراغي مالت الليجاند بفولدر منفصل والمكان الفراغي مالت البروتين بفولدر منفصل اخر، بس هن شنو بنفس الموقع اللي صار بيه دوكينج. يعني شلون هسه احنا هنا نجي للبروتين مالتنا اللي هو هذا نسوي له كوبي ونروح على النافذه مالت الليجاند نسوي له بيست. فهسه شوفوا هنا خلنا اغير لكم الباك جراوند. هسه هذا احنا قلنا طلع لنا 10 كونفورمر. يعني شوفوا هنا خليه هنا هسه واضحه ان شاء الله عندكم. شوفوا الاشكال اللي والمكانات اللي ارتبطت بها الدراج مالتنا. بس احنا خلينا نختار واحد حتى نعتبر هو الـ يعني الليجاند مالتنا. هاي منا اكو خيارات تختار الليجاند مالتك والريسبتر مالتك، ومن ثم تقدر تروح سكريبت ليجاند انتراكشن. شو ليجاند انتراكشن؟ شوفوا هنا
هنا هسه اللي يهمنا انه نشوف الارتباط مالت الليجاند مالتنا ويا من ويا الريسبتر. طبعا هنا نقدر يعني شوف هسه نسوي وول يعني للريسبتر مالتنا. شوف هسه هذا الدراج مالتنا شلون صاير. نفس الوقت اذا اريد نعرف الـ الـ الارتباط مالتنا وين صار بيا امينو اسيد، نضغط على 2D diagram راح يطلع لنا هاي. خلنا نكبرها لكم بالله. هسه واضحه. شوفوا هنا يطلع لنا الدايجرام مالتنا. احنا كنا نقول انه الهستيدين 41، هستيدين 41 الدراج مالتنا مرتبط به. ندور بعد السيستاين 145، هذا هم قريب عليه. بس هنا شوفوا هنا ايش كم عندنا كم بوند ارتبط بها الدراج مالتنا، 1 2 3 من غير الهالوجين بوند اللي هنا، فارتباطه ممتاز ويا التارجت مالتنا. نقدر همتين نشوف هواي شغلات بعد بي. طبعا هذا يعني ديسكفر ستوديو يحتاج لكم شويه تطبون عليه وتتعلمون عليه. نقدر من هذا يعني احد الكونفورمرات. هسه نقدر نشوف الكونفورمر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وهكذا. يعني تحليل الداتا يحتاج لها شويه متابعه. اهم شيء عندنا تشوف قوه الارتباط، كذلك انه تشوف الماده يعني هاي لونتها على اساس الاليمنت مالتنا. فهنا الكيمياويين يعرفون انه مثلا هسه هنا اذا سوينا الوول للريسبتر مالتنا راح يكون مثلا نسوي له اروماتيك. اذا سوينا له اروماتيك منا نشوف الشده مال الاروماتيه ونشوف هل بيها فائده للدرج مالتنا، او نسوي مثلا وول اتش بوند يعني اتش بوند دونر. هنا عندنا مثلا هاي اوكسجين نشوفها ملائمه للدونر صاير مقابلها. نقدر الهيدروفوبك وول نشوفها وغيرها من التفاصيل الاخرى. ارجو ان شاء الله انه وصلت لكم، لان هي سالفه طويله بس يحتاج انه تتابعونها. هسه اذا واحد عنده سؤال حتى اكون وياكم. انا كملت تقريبا دكتور مضر. لا انا كملت هسه، لان يعني اذا اريد نسوي ان شاء الله غير محاضرات، نسوي مثلا على الفيجواليزيشن نسوي على جهه، او الفارماكوفور المحاضره غير مسجله. اذا اكو سؤال الدوره التدريبيه ان شاء الله بس شو اسمه يعني ينفتح الحظر مال كورونا نبلش دورات تدريبيه ان شاء الله، يعني دورات موقعيه بيكون يعني التدريب احسن. هذا كشيء مقدمه. المطلوب من عندكم انه انتم تتابعونها، هواي بها تفاصيل. دورات تدريبية على الفارما تسجيل محاضرة ماكو، ما مسجلت، ما قدرت أسجل. فإذا اكو سؤال شباب، إذا اكو سؤال اكتبوا لي بالشات حتى أجاوبكم.
وايدكم وان شاء الله موفقين وان شاء الله ما قصرنا وياكم. بس هي يعني ماده هواي، ويعني احاول ابسطها